بالمحاضرة السابقة تحدثنا عن الحيازة بشكل عام، وتناولنا تعريف الحيازة وقلنا أنها وضع مادي به يسيطر شخص على شيء معين، سيطرة فعلية. وأيضا تحدثنا عن الحيازة من حيث خصائصها وعيوبها وشروطها، وقلنا أن شروط الحيازة هو خلوها من عيوب الحيازة اللي هي الخفاء واللبس والغموض والإكراه. هذا كل الحديث كان بالمحاضرة السابقة، كان حديثنا عن الحيازة بذاته. محاضرتنا لهذا اليوم تكملت موضوع الحيازة لنتناول آثار الحيازة، يعني بعد ما تتحقق الحيازة وبعد ما يسيطر الحائز على الشيء سواء كان عقار أو منقول بتوافر عناصر الحيازة الرئيسية اللي هي العنصر المادي والعنصر المعنوي، يتترتب على الحيازة آثار معينة، وهي هذه الآثار هي كسب ملكية الشيء بعد مرور الزمن. يعني بمعنى أن الحيازة ترتبط ارتباط وثيق بموضوع التقادم. طيب نقصد بالتقادم شنو؟ التقادم هو مرور الزمن على وضع معين يؤدي إلى نشوء حق جديد. يعني أنا أكون حائز لشيء ويمر علي الوقت فترة معينة ليحددها القانون، طبعا راح نتناولها وراح نشوف ايش قد هذه المدة. بعد انتهاء هذه المدة ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي وضع جديد هو اكتساب حق الملكية، باعتبار انه الحيازة المؤلف الكتاب وين تناولها؟ تناولها كسبب من اسباب كسب الملكية، وبالتالي يعني التقادم اللي هو اثر للحيازة يعتبر سبب من اسباب كسب الملكية. عبء إثبات الحيازة، على من يقع عبء إثبات الحيازة؟ يعني أنا عندما أجي أقول هذا وضع، هذا شخص حائز لهذا الشيء أو لهذا العقار، من يقع عليه عبء إثبات هذه الحيازة؟ أي تفضل. الحائز يقع عليه عبء إثبات الحيازة، يعني أنت كحائز لابد أنه تثبت أنه أنت حائز، مجرد ظهورك بوضعية الحائز خلاص أنت أثبتت. لكن إذا أجى شخص وادعى غير هذا الشيء، يعني ادعى خلاف الواقع، قال انه هذا مو ملكه هذا الشخص حتى لو هو حائز، لكن هذا مو ملكه، هنا يتحول الاثبات من الحائز لمن؟ للي يدعي، لانه البينه على من ادعى. فاللي يدعي بانه هو مالك لهذا الشيء ومو حائز عليه انه يثبت ملكيته لهذا الشيء. طيب الاثر الرئيسي للحيازه هو التقادم، والتقادم يؤدي إلى كسب الملكية. ماذا نقصد بالتقادم؟ قلنا أن التقادم مرور الزمن على وضع مادي معين يسيطر به الشخص على هذا الشيء يكتسب ملكية هذا الشيء. طيب التقادم كم نوع؟ كم نوع التقادم؟ أي شنو شنو؟ هذا التقادم المكسب بنوعين مو ثلاثة، لكن احنا الانواع الرئيسية للتقادم بشكل عام ايه؟ نوعين، التقادم المكسب والتقادم المسقط. كل تقادم الى مفهوم. التقادم المكسب مقصود به انه مرور الزمن يؤدي الى كسب الحق، بمرور الزمن نكتسب الحق. طيب التقادم المسقط شنو؟ التقادم المسقط سقوط الحق بمرور الزمن، يعني كل ما يمر الوقت، كل ما يمر الوقت ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا سقوط لهذا الحق. المكسب بالعكس، نكسب الملكية نكسب الحق. المسقط لا، احنا راح يسقط عندنا الحق. هذا التقادم المسقط والمكسب. هنا المشرع أخذ التقادم المكسب عندنا وأخذ أحكام اللي تتعلق بالتقادم المسقط، يعني الأحكام المتعلقة بالتقادم المسقط طبقها وين؟ طبقها على التقادم المكسب نفسه. طيب التقادم المكسب شنو فرقه بعد عن التقادم المسقط بشكل عام؟ التقادم المكسب هو واقعة إيجابية. يعني شنو واقعة إيجابية؟ يعني انت وضع تجي تسيطر به على شيء، هذا الفعل مالتك فعل ايجابي، فعلى اساسه انت تكسب شنو؟ ملكيه الشيء بالتقادم المكسب.
أما التقادم المسقط فهو واقعة سلبية. شنو يعني سلبية؟ عدم قيامك بفعل شيء. يعني أنت عندما تقوم بفعل شيء يقولون أنك قمت بفعل إيجابي، وعندما لا تقوم بشيء تكون قد قمت بفعل سلبي، يعني ما سويت شيء، أنت اتخذت موقف سلبي. هنا التقادم المكسب قيامك بفعل مضي مدة معينة، هذه المدة من تمضي أنت اكتسبت ملكية هذا الشيء. أما التقادم المسقط شنو؟ لا، واقعة سلبية أو لأن الواقعة شو تكون؟ تكون عدم القيام بفعل، وبالتالي يؤدي إلى سقوط حقك. طيب، التقادم المسقط يكون أوسع من التقادم المكسب. شلون؟ على اعتبار أن التقادم المسقط يشمل الحقوق الشخصية إضافة إلى الحقوق العينية جميعها باستثناء حق الملكية. أما التقادم المكسب شو يشمل؟ يشمل حق الملكية فقط ونوعان من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، اللي هي حقوق الارتفاق وحق الانتفاع. يعني هنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الفرق واضح، انه حق او التقادم المسقط يشمل الحقوق الشخصية والحقوق العينية. تعرفون الفرق بين الحقوق الشخصية والعينية شنو؟ من يذكرنا بالفرق؟ تحدثنا ببداية دراستنا لهذه المادة. أي؟ هذا الحق الشخصي استاذ هنا دائن وحيد. جي. بين شخصين. جي. والعينية بين شخص وسلطة. أحسنت. الحق العيني هو سلطة للشخص على شيء، يعني علاقة بين الشخص والشيء. أما الحق الشخصي فهو علاقة بين شخص وشخص آخر. طيب، حق أو التقادم المكسب هل يشمل الحقوق الشخصية اللي هي علاقة المديونية؟ لا، هنا التقادم المكسب لا يشمل الحقوق الشخصية. أما التقادم المسقط فيشمل الحقوق الشخصية وكذلك الحقوق العينية عدا حق الملكية. ليش؟ لأنه حق الملكية لا يسقط بالتقادم أبد. إن أنت إذا عندك ملكية على شيء ما يسقط بالتقادم، فما يكون التقادم المسقط يشمل حق الملكية. واضح الفرق بيناتهن؟ طيب، تبرير التقادم. احنا لو ننظر للقضية انه انا اجي اضع ايدي على شيء معين، احوزه لفترة معينة من الزمن، اتملك هذا الشيء بمن؟ بالتقادم. هذا الوضع منطقي انه انا شيء مو ملكيتي، يعني لا مشتري ولا هاي، واجي اخذه. هنا ايش راح تصير عندنا؟ يقول هنا تبرير التقادم مثل ما بررنا الحيازة بانه حفظ المعاملات والاستقرار، كذلك التقادم يؤدي إلى حفظ الاستقرار في النظام واستقرار التعاملات والأوضاع القائمة. فأنت شخص صار له 15 سنة ساكن بعقار أو مستعمل شيء، وإذا بيك فجأة تجي تقول تعال اترك هذا الشيء، يصير؟ لا، هنا استقر الوضع واستقر التعامل على أنه هو حائز لهذا الشيء وبالتالي مالك، فينتج عن هذا التقادم ملكية هذا الشيء، وهذا هو ما يبرر التقادم وإقرار نظام التقادم. طيب، التقادم في الفقه الإسلامي، هل يوجد التقادم في الفقه الإسلامي؟ الشريعة الإسلامية تعترف بنظام التقادم لو لا؟ شنو رأيك؟ موجود لو ما موجود؟ شنو اللي موجود بالفقه الإسلامي؟ الشريعة الإسلامية لا تأخذ بمفهوم التقادم، لكن الفقهاء الجدد الحاليين صاروا ينظرون إلى قضية معينة، وهي أنه التقادم يؤدي إلى منع سماع الدعوة، ما يؤدي إلى كسب الملكية، على اعتبار أنه حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يسقط حق امرئ مسلم وإن قدم. يعني حتى لو صار قديم، حتى لو مضت المدة على الحق ما يسقط. وبالتالي هذا الحديث يؤدي إلى أنه بالفقه الإسلامي لا يمكن الأخذ بالتقادم، لكن بعض الفقهاء المتأخرين الحديثيين قالوا بأنه التقادم يؤدي إلى منع سماع الدعوة. يعني إذا صار تقادم مضي لمدة التقادم لا يؤدي إلى انتهاء الملكية، إسقاط الملكية أو اكتساب الملكية، وإنما يؤدي إلى منع سماع الدعوة. لكن إذا ننظر للحقيقة هي نتيجة واحدة، إذا ما سمع الدعوة هو شنو الفرق؟ يعني شنو الفرق؟ إحنا إذا ما سمعنا الدعوة
فإذا هو هم يؤدي إلى شنو؟ إلى تملك. يعني فلو يأخذون بالتقادم، لو ما يأخذون بالتقادم هذا الأفضل. هنا نجي موقف المشرع العراقي من التقادم. القانون المدني العراقي أيضا ما أخذ بالتقادم بشكل مباشر، أخذ برأي أو ساير الفقه الإسلامي، وأخذ بالرأي الذي يقول بأن التقادم يؤدي إلى منع سماع الدعوة. يعني التقادم ما يخلينا نقيم الدعوة القضائية على الشخص وبالتالي نطالب بهذا الحق اللي لنا. واضح؟ طيب، شروط التقادم ما هي؟ شروط التقادم، التقادم عندنا كم نوع؟ التقادم المكسب اي نوعين، تقادم طويل اللي هو ايش قد المده مالته؟ 15 سنه، والتقادم القصير اللي هو 5 سنوات. شنو الفرق بيناتهم؟ لا، اولا فرق المده، وثانيا التقادم الطويل يشمل المنقولات والعقارات، أما التقادم القصير اللي هو 5 سنوات يشمل العقارات فقط. التقادم القصير 5 سنوات يشمل العقارات فقط، أما التقادم الطويل اللي هو 15 سنة فيشمل العقارات والمنقولات. طيب، بما أنه إحنا فصلنا وقسمنا التقادم المكسب إلى نوعين، تقادم طويل وتقادم قصير، هنا أكو بالشروط فرق. أكو شروط عامة تتعلق بالتقادم بنوعين، يعني التقادم الطويل والتقادم القصير، اثنينات شروط عامة لابد من توفرهن. ويوجد إلى جانب هذه الشروط شروط خاصة يجب أن تتوفر وين؟ بالتقادم القصير، متعلقة بالتقادم القصير. الشروط العامة 5 شروط. الشرط الأول اللي هو الحيازة، والشرط الثاني استمرار الحيازة مدة معينة، والشرط الثالث هو أن يكون أن لا يكون العقار مسجل باسم الحائز، والشرط الرابع الدفع بالإنكار، يجب أن ينكر الحائز ملكية هذا الشيء على الشخص الذي يتقدم بطلب ملكيته، وآخر شيء لا يكون ترك الدعوة لعذر، وإلا يؤدي هذا الشيء إلى وقف مرور الزمن. هذه الشروط 5 اللي تتعلق بالتقادم بنوعيها، التقادم المكسب والتقادم المسقط. طيب، أو عفوا بالتقادم الطويل والتقادم القصير. أما التقادم القصير فيشترط فيه شرطان إلى جانب هذه الشروط 5 اللي هي حسن النية، وبعد حسن النية والشرط الثاني السبب الصحيح. حسن النية والسبب الصحيح. نبدأ بالشروط العامة اللي هي يجب أن تتوفر بالتقادم بنوعين، التقادم القصير والتقادم الطويل. الشرط الأول الحيازة. نرجع شوية بذاكرتنا إلى المحاضرة السابقة ونشوف المقصود بالحيازة، لأنه إحنا الشرط الأول من شروط التقادم القصير، التقادم القصير والطويل لابد أنه تتوفر الحيازة. فالحيازة شنو المقصود بها هنا؟ من يذكرنا؟ أي نيابة الشخص عن شخص آخر، نيابة قانونية. الحيازة هي الشرط الأساسي للتقادم، حتى يتحقق التقادم. يعني هي الوضع اللي سيطر به الشخص على شيء، وضع اليد مباشرة أو بواسطة بسلطة شخص آخر، هنا يضع اليد ويسيطر على اليمن على الشيء. طيب، هنا عندنا الحيازة لابد من توفر عنصرين، العنصر المادي والعنصر المعنوي. إذا توفر عنصر واحد تكون الحيازة عرضية. الحيازة العرضية يمكن كسب الملكية بها؟ لا، تذكرون أنه قلنا أنه الحيازة إذا كانت قانونية يعني توفر العنصرين بها، هنا العنصر المادي والعنصر المعنوي يمكن كسب الملكية بالتقادم. أما الحيازة العرضية اللي هي يكون بها فقط عنصر واحد إما مادي أو العنصر المعنوي لا يمكن كسب الملكية بالتقادم. فهنا الحيازة لابد أن تتوفر شروط الحيازة وأن تكون حيازة قانونية حتى نقدر نكسب الملكية بمن؟
بالتقادم. الشرط الثاني هو استمرار الحيازة مدة معينة. طيب أنا أقول لا تكفي أنه الحيازة تكون خالية من العيوب، لكن إضافة إلى هذا الشرط يجب أن تكون الحيازة شنو؟ مستمرة. تذكرون إحنا قلنا أنه الحيازة متقطعة تصير ما تصير، فهنا أنت لابد أنه تتمسك بهذا الحيازة بالتقادم، تقول أنه أنا استمريت بالحيازة وحيازتي مستمرة وبالتالي أكسب الملكية بمن؟ بالتقادم. طيب قرينة استمرار الحيازة، يعني إحنا شلون نقدر نثبت أنه أنا حائز لهذا الشيء؟ القانون شي يطالبك؟ يطالبك بأنه تثبت تاريخ البدء بالحيازة وإثبات حيازتك بالوضع الحال. تاريخ الحيازة البدء بها، يعني شو وقت بديت بالحيازة والوقت الحالي الوضع الحالي أنت حائز إلها لو لا. إذا قدرت تربط بين التاريخ القديم والوضع الحالي، يعني أثبتت أنه أنت حائز من التاريخ الفلاني وأثبتت أنه أنت الآن حائز، بعد ما مطالب بأنه تثبت أنه الحيازة مستمرة بهذه الفترة، يعني تعتبر قرينة على أنه أنت حائز خلال هذه الفترة. واضح هنا الفرق؟ طيب القواعد التي تطبق على المدة، هنا قلنا إحنا بالبداية تحدثنا قلنا أنه قواعد بشكل عام القانون العراقي أحال القواعد التي تطبق على التقادم إلى القواعد التي تطبق على التقادم المسقط. يعني هنا نجي نطبق القواعد على مدة التقادم المكسب، يا هي اللي موجودة بالتقادم المسقط. قضية المدة نروح نشوف القواعد اللي موجودة بالتقادم المسقط فيما يتعلق بوقف المدة وانقطاع المدة وحساب المدة. طيب كيف تحسب المدة بالتقادم المسقط حتى نجي نطبقها على التقادم المكسب؟ حساب المدة منو يقول لي شلون تنحسب المدة؟ اي جيد. بعد يا تقويم نستعمل، تستعمل التقويم الميلادي لا الهجري، وتحسب المدة بالأيام لا بالساعات، واليوم الأول من الحيازة غير محسوب. العطل الرسمية تحسب لو ما تحسب؟ العطل الرسمية تحسب من ضمن المدة. وأخيرا إذا صادف آخر يوم بالحيازة يوم عطلة تؤجل الإجراءات إلى اليوم التالي الذي يلي هذا اليوم. هذا الشرط الثاني اللي هو استمرار الحيازة. الشرط الثالث أن يكون العقار أو الحق العيني على العقار غير مسجل باسم الحائز. يعني أنا حائز لعقار معين، لابد أنه هذا العقار ما مسجل باسمي. ليش؟ لأنه إذا مسجل باسمي بدائرة التسجيل العقاري انتهت المشكلة، هو صار ملكي بعد، علي من أنا أقيم أثبت أنه حائز وأمام القضاء أطالب به؟ ماكو داعي أطالب بالحيازة بعد وأطالب بملكيته، هو ملكي باسمي. فهنا أنا يشترط أنه المنطق يشترط علينا أنه هنا يكون غير مسجل باسم الحائز. الشرط الرابع أن يقع الدفع بالإنكار. يعني أنا حائز ويجيني واحد يقول لي هذا العقار إلي، إذا أقريت وقلت له فعلا هذا العقار إليك وكون أنطيك أجار، هنا صار عندنا انتهى، بعد انتهى الحيازة انتهت، ماكو تقادم بعد، انتهى التقادم إذا أقريت أنت. لكن إذا أنكرت قلت لا هذا العقار ملكي أنا حائز له وهذا ملكي مو ملكك، هنا هذا الإنكار يخلي التقادم يشبيه يستمر. فيجب أنه حتى التقادم الطويل والتقادم القصير يتحقق يجب أن يقع الدفع بالإنكار. هذا الشرط الرابع. والشرط الخامس من الشروط العامة لا يكون ترك الدعوة لعذر مشروع. يعني شلون؟ يعني أنا حائز للعقار وأنت مالك، ليش تركت الدعوة وما أجيت طالبتني؟ إذا عندك عذر مشروع فهنا التقادم شبي التقادم يتوقف التقادم، يعني ما يصير تقادم مستمر. لكن إذا ما عندك عذر مشروع التقادم شبي مستمر. فهنا حتى التقادم يكون مستمر وينتج آثاره لابد أن يكون ترك الدعوة من قبل صاحب الحق لعذر غير مشروع. إذا كان عذر مشروع
إذا عنده عذر مشروع يتوقف التقادم، إذا ما عنده عذر مشروع يستمر التقادم. طيب هنا راح ندخل في دوامة والفرق بين وقف التقادم وانقطاع التقادم. ما المقصود بوقف التقادم؟ يعني احنا جاي نقول اكو عذر شرعي يؤدي الى وقف التقادم، يعني نتوقف بحساب المدة. فهنا شنو الفرق بين وقف التقادم وانقطاع التقادم واستمرار التقادم؟ منو يقدر يقول لي شنو المقصود بوقف التقادم؟ ها ما المقصود بوقف التقادم؟ اي وقف التقادم بمعنى انه بذلك التاريخ المحدد يتم ايقاف التقادم ومن بعدها يستأنف العمل وتعتبر الامد واحد. جيد، لا لا خلينا نفرق، نحط بجهة وقف التقادم وبالجهة الأخرى نضع انقطاع التقادم. وقف التقادم معناها أنه أنا حزت شيء معين وبدت المدة تحسب، خلي أفرض مدة سنة حزت الشيء، وبعدها صدر فعل أو شيء يؤدي إلى وقف التقادم، توقف التقادم، نبدي نحسب المدة؟ لا نتوقف إلى أن يزول هذا الظرف، نرجع نحسب المدة. السؤال اللي يطرح حكم المدة السابقة شنو هنا؟ هذه المدة اللي سنة وتوقفت بعدين وبعدين رجعت حزت، هذه السنة نحسبها لو ما نحسبها؟ السنة تحسب إذا كان القضية وقف تقادم، أما إذا كان انقطاع تقادم تحسب السنة السابقة؟ لا. فإذا الفرق واضح وبين بين الوقف التقادم وانقطاع التقادم. وقف التقادم يؤدي إلى حساب المدة السابقة، أما انقطاع التقادم يؤدي إلى عدم احتساب المدة السابقة. طيب إضافة إلى هذا الفرق، أكو أسباب تؤدي إلى وقف التقادم وأسباب أخرى تؤدي إلى انقطاع التقادم. ما هي أسباب وقف التقادم؟ أي نعم، وبعد جيد، سببين تؤدي أو يؤديان إلى وقف التقادم، يعني واضح عندكم وقف التقادم أنه نحتسب المدة السابقة إضافة إلى المدة الحالية، أما فترة التوقف هذه اللي صارت خلي أفرض سنة سنتين هذه ما تنحسب لأنه مدة وقوف، وقف التقادم. أسباب التقادم، أولا وجود مانع يستحيل معه أو يتعذر على صاحب الحق المطالبة. هذا المانع مثل إيش؟ مثل إيش هذا المانع؟ مثل حرب، فيضان، حريق، زلزال، هذا شيء يعتبر هنا يعتبر ظرف، وجود ظرف طارئ، وجود مانع، هذا مانع يمنع من المطالبة. يعني خلي أفرض أنا حائز لشيء وشخص آخر يملك هذا الشيء لكن ما يقدر يطالبني، ليش؟ لأنه أكو فيضان. مثال، حزت عقار لمدة سنة وبعد ذلك صار فيضان بالمنطقة، كل احنا هاجرنا من المنطقة لمدة 5 سنوات بعدين زال الفيضان ورجعت الأوضاع طبيعية، رجعنا لهذا المكان، أنا رجعت لهذا العقار سكنت بي رأسا، يعني صار عندي كم سنة؟ صار 6 سنوات، 5 الأولى و5 فترة الفيضان صار 6 سنوات. أول ما أجيت قلت أنا هذا تقادم قصير راح أتملك به هذا العقار، يصير؟ شن نقول له؟ نقول له لا ما يصير. ليش ما يصير؟ لأنه أكو قوة قاهرة اللي هو الفيضان أدى إلى وقف مدة التقادم، فهذه 5 سنوات ما تحسب، تنحسب لك السنة وتبدي تكمل هذه السنة أنت بعد 4 سنوات تحتاج إلى تكسب ملكية التقادم، لأن هذا مانع منع، يعني الفيضان مانع منع صاحب الحق من المطالبة بهذا الحق. وكذلك انه حريق، زلزال، حرب، اندلاع حرب، اي ظرف طارئ يؤدي الى منع المطالبه يؤدي بالنتيجه الى وقف مرور الزمن وبالتالي توقف التقادم. ثانيا من اسباب وقف التقادم انقطاع او انعدام الاهليه او نقصها. خلي افرض شخص يسافر خارج العراق، لأن هذا سفر إلى خارج العراق يعتبر شنو؟ مانع
ما يقدر هنا راح يطالب اذا هو سافر خارج العراق وراح بلد نائي ومن الصعب عليه المجيء الى العراق. هنا التقادم شو يصير بيه؟ يستمر له يتوقف؟ يتوقف. خلي افرض انه شخص عنده هو المالك وانا حاز لهذا العقار وهذا ما طالبني لمده سنه سنتين بعدين توفى. من توفى راح للورثه مالته، الورثه اللي موجودين مو كلهم كاملين الاهليه، واحد من عندهم ناقص الاهليه. هنا التقادم بحق ناقص الاهليه شو يصير به؟ يتوقف. ما يسري بحق ناقص الاهليه، اما بحق كاملين الاهليه شو يصير؟ يسري بحق كاملين الاهليه. واضح هنا؟ بعد الإضافة إلى المانع أو وجود مانع يستحيل معه المطالبة، المانع الأدبي لربما زوج وزوجته، الحائز الزوج والمالك الزوجة، الزوجة ما تقدر تطالب زوجها لأنه مثلا تخاف على علاقة الزوجية لصير مشاكل بيناتهم، أو أب وابنه أخو أخوه فما يطالبون. هذا المانع شو يسموه؟ مانع أدبي، أيضا يدخل في جزء من الموانع التي تؤدي إلى وقف مرور الزمن. هذا مانع أدبي. أيضا يوجد مانع آخر اللي هو المانع الاتفاقي، مثلا عندما يلجأ الطرفين إلى الحائز والمالك إلى حل النزاع بواسطة التحكيم فيتفقون أنه نلجأ إلى التحكيم، ومدة التحكيم تعتبر مدة وقف لهذا الفترة، فترة التقادم. فهنا يصير اتفاق بيناتهم أنه يوقفون مرور الزمن، فالمدة هنا فترة التوقف تحسب؟ لا، احنا متفقين على انه مدة التوقف وقف التقادم لا تحسب من ضمن التقادم، وانما تحسب المدة اللي هي قبل التقادم والمدة اللي هي بعد التقادم. عندنا موضوع نسبية اثر التقادم. هذا التقادم بأثر، صح لو لا؟ يؤدي الى كسب الملكية، وقف التقادم. هذا الوقف بأثر نسبي اللي هو تحدثت به قبل شوي، قلت لكم انه يتعلق بمن يكون التقادم لمصلحته، مو اي واحد يستفاد من التقادم. كما بمثالنا الورثه، الورثه يستفادون من وقف التقادم اللي صار لاخوهم؟ لا. ليش؟ لانه اثر التقادم ايش به؟ نسبي، يتعلق بالشخص نفسه اللي يستفاد من عنده، مو يتعلق بباقي الاشخاص. فاخوته ما يستفادون من وقف التقادم لانه اخوهم قاصر، لا، فقط هو اللي يستفاد. أما اللي بالغين يستفادون؟ لا، ما يستفادون في هذه الحال. طيب، هنا عندنا انقطاع التقادم. هذا كل ما يتعلق بوقف التقادم. تشوفون أنه بينا أن وقف التقادم هو المدة السابقة على الوقف تحسب والمدة اللاحقة على الوقف لا تحسب، وحددنا أسباب وقف التقادم أو وقف التقادم. قلنا أنها سببين اللي هو وجود المانع وانعدام الأهلية. هذا هنا هو وقف التقادم. انقطاع التقادم، شنو انقطاع التقادم؟ قبل قليل وضحناه عندما فصلنا وفرقنا بين المدة، قضية المدة، أنه انقطاع التقادم يختلف عن وقف التقادم بأن المدة السابقة على الانقطاع لا تحتسب، أما بالوقف المدة السابقة على الوقف تحتسب. هذا من باب آخر. أسباب وقف التقادم تختلف عن أسباب انقطاع التقادم، باعتبار أن انقطاع التقادم بنوعين، انقطاع طبيعي وانقطاع مدني. الانقطاع الطبيعي إيش نقصد به؟ ما المقصود بالانقطاع الطبيعي؟ شنو الفرق بين الانقطاع الطبيعي والانقطاع المدني؟ أي نعم. جيد، فترة التقادم تزول من عندك الحيازة، زوال الحيازة يؤدي إلى انقطاع التقادم. شلون تزول الحيازة؟ خلي أفرض فقدتها أنت، فقدت عنصرها المادي، أو فقدت الحيازة صارت من حيازة قانونية إلى حيازة عرضية. هنا إيش راح يصير عندنا؟ التقادم إيش راح يصير؟ راح ينقطع التقادم، يعني المدة السابقة راح تنتهي وراح نبدي نحسب مدة جديدة من تاريخ عودة الحيازة. فهنا انقطاع طبيعي بواسطة زوال الحيازة، من نزول الحيازة هنا راح يصير انقطاع طبيعي اعتيادي. طيب، هذا الانقطاع الطبيعي. الانقطاع المدني ايش نقصد به الانقطاع المدني؟ هذا هو الذي يتم انقطاع الحيازة هناك مع استمرار الحيازة.
لا الحيازة مستمرة لكن يؤدي إلى انقطاعها. شلون تنقطع؟ تنقطع بواسطة المطالبة القضائية وبواسطة الإقرار. شلون؟ يعني أنت حائز لهذا العقار وإجاك تبليغ من المحكمة بأنه صاحب هذا العقار أو شخص يدعي بأنه يملك هذا العقار. من إجاك هذا البلاغ من المحكمة وقيمة الدعوة بالمحكمة صارت مطالبة قضائية، هنا التقادم إيش راح يصير به؟ راح ينقطع. يعني بعد ما تبدي تحسب مدة وتقول راح أتملك هذا العقار، رأسا المدة راح تنقطع، المدة السابقة على هذا القرار أو الانقطاع تنتهي، وفترة الانقطاع ما تحسب، تبدي تحسب من بعد الانقطاع مدة جديدة. هذا إذا حصلت المطالبة القضائية. هذا انقطاع شو يسموه؟ انقطاع مدني. الانقطاع الآخر أو السبب من أسباب انقطاع الإقرار، الإقرار أيضا هو سبب من أسباب الانقطاع. يجيك يطالبك أنت تقر، تقول له نعم أنت تملك هذا العقار. هنا إيش صار عندنا بالمدة؟ انقطعت والمدة القديمة انتهت والمدة الانقطاع أيضا لا تحسب. التخلي أفرض قمت تعطي أجار لهذا الشخص، فهنا معناها ضمنا أنه أنت أقريت، يعني الإقرار سواء كان صريح أو إقرار ضمني فهو أيضا يعتبر شنو؟ انقطاع لهذه المدة. طيب لما نلاحظ أكو حديث عن المدة، أكو مدة سابقة ومدة لاحقة، هل يمكن ضم هذه الحيازة، ضم هذه المدة حتى نجمع ضم الحيازات وبالنتيجة نحسب المدة تزود عندنا المدة لو لا؟ يعني هنا الحيازة إذا كانت عند الأب مدة سنة وتوفى الأب، هنا الحيازة إيش راح يصير بيها؟ راح تنتقل لمن؟ راح تنتقل للورث. طيب هذه السنة الورثة إيش راح يصير عندهم؟ يقدرون يضمون الحيازة السابقة اللي هي عند والدهم لو لا؟ حتى يحسبوها مدة إضافية، يعني يصير عندهم سنة ويكملون الحيازة. نعم بالخلف العام احنا قلنا انه تنتقل الحيازة من الخلف العام الى الخلف الخاص وتنتقل بكل عيوبها وشوائبها. طيب هنا هذه المدة نحسبها لو ما نحسبها؟ نحسبها المدة. فالسنة اللي كانت عند الأب المورث تحسب أيضا بعد انتقال الورثة، تضاف إلى مدة الحيازة عند الورث. لكن إذا كان خلف خاص شو راح يصير عندنا؟ لأن الخلف الخاص راح تنتهي المدة، تنقطع، لأن راح نحسب مدة جديدة. لكن نقدر نضيفها لو ما نقدر نضيفها؟ إذا كانت حيازة صحيحة نقدر نضيف هذه المدة ونضم هذه الحيازة. فهنا أنا واضح عندكم ضم الحيازات وضم المدة. المدة السابقة بالحيازة نضيف المدة الجديدة. هذا ما يتعلق بالشروط العامة لمن؟ للتقادم. اللي هي شنو؟ من ذكرنا بهن؟ أي الحيازة واستمرار مدة الحيازة، وبعد الإنكار، الدفع بالإنكار، ألا يكون العقار مسجل، ألا يوجد عذر شرعي لعدم المطالبة، يكون ماكو عذر شرعي لعدم المطالبة. هذه الشروط العامة اللي يجب أن تتوفر وين؟ بالتقادم، سواء كان هذا التقادم طويل أو تقادم قصير. لكن إضافة إلى هذه الشروط العامة يشترط شروط خاصة وين؟ إذا صار حديثنا عن التقادم القصير. التقادم القصير اللي هو شقد؟ 5 سنوات. وين يكون موجود هذا؟ بالعقارات والمنقولات لوين؟ فقط بالعقارات. التقادم القصير يكون فقط بالعقارات. حتى يكون عندنا تقادم قصير وبالتالي نكسب الملكية لابد من توفر شرطين إضافيات للشروط السابقة. يعني الشروط السابقة كنت تتوفر وينضاف لها شرطين إضافيات. شنو هذين الشرطين؟ اللي هن السبب الصحيح وحسن النية. ما المقصود بالسبب الصحيح أو ما هي شروط السبب الصحيح؟ تقولون بهالصورة هذه إضافة إلى الشروط الخمسة 1 2 3 4 5
يجب أن تتوفر الشروط الخاصة بالتقادم القصير اللي هي 1-2، حسن النية والسبب الصحيح. ها واضح؟ طيب، حتى يكون عندنا السبب صحيح ونكسب به التقادم لابد من توفر شروط 3 حتى يعتبر السبب شنو؟ صحيح. ما هي الشروط 3 للسبب الصحيح في التقادم؟ أن يكون أولاً، جيد، أولاً أن يكون التصرف قانونياً، يعني صادر مين؟ إلى الحاز باعتباره خلفاً خاصاً، يعني بيع، هبة، وصية، يعني يكون أكو تصرف من شخص إلى شخص آخر. هذا أولاً، يكون تصرف قانوني حتى يكون السبب شنو؟ صحيح، يعني يكون هذا العقار حتى تكسب ملكيته بالتقادم وبالحيازة لابد أنه تكون حصلته عن طريق شراء من شخص آخر أو واحد وهب لك إياه، مو أنت هيك جيت حي الله جيت استوليت عليه. ثانياً أن يكون التصرف بطبيعته شنو؟ يعني أولاً تصرف قانوني، هذا التصرف شبيه يكون ناقل للملكية، يعني بيع، هبة، حسب التصرف. طيب، ثالثاً أن يصدر هذا التصرف من غير المالك، يعني مو المالك نفسه هو اللي يصدر من عنده هذا التصرف. شلون راح تقولوا لي مو هو المالك؟ ليش؟ لأنه إذا صدر من المالك ماكو شنو بعد؟ شنو الداعي بهوست الحيازة والتقادم وتقيم دعوة وتتملك؟ هو بيع مباشرة تملكته، لكن احنا نحكي بالحيازة شو وقت؟ إذا صدر من غير المالك. هنا أنا راح يبرز دور حسن النية وسوء النية. حسن النية إذا كنت تعلم أنه صادر من غير المالك، هنا أنا تعتبر حسن النية لو سيء نية؟ راح تعتبر هنا سيء النية بالنتيجة. هنا أنا الشرط الثاني من شروط الحيازة متوفر بشروط التقادم القصير لو ما متوفر؟ ما متوفر. نقدر نتملك بالتقادم القصير؟ ما نقدر، لأنه ماكو حسن نية. مسألة حسن النية مسألة تقديرية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، لأنه تختلف من شخص إلى شخص، ما نعرف أنه هذا الشخص عنده حسن نية أو عنده سوء نية، فبالتالي تخضع علما لتقدير القاضي، هو القاضي اللي حدد أنه هذا حسن نية أو سيء نية بحياسته لهذا الشيء، وبالتالي يتملك أو ما يتملك بالتقادم. طيب، آثار التقادم المكسب. آثار التقادم المكسب، شو يترتب على التقادم المكسب؟ يترتب على التقادم المكسب أنه لابد أن نتمسك بالتقادم، يعني القاضي يقدر من تلقاء نفسه يحكم بملكية الشخص بالتقادم؟ لا، لازم إحنا نتمسك بهذا التقادم حتى القاضي شنو؟ يحكم بملكيتنا لهذا الشيء. فلابد أنه نتمسك، مو نتنازل عنه. إذا تنازلنا عنه خلتها القضية، بعد ماكو داعي أنه يحكم القاضي، لأنه أنا تنازلت عن الحيازة مالته عن حقي بالتقادم، فينتهي هنا التقادم، وبالتالي ماكو تقادم مكسب وما أكسب ملكيته. أما إذا إحنا التقادم المكسب تحققت المدة وتحققت الشروط، التقادم القصير أو التقادم الطويل، لابد أنه أطالب مطالبة قضائية حتى أقدر شنو؟ أتملك الشيء بالتقادم. طيب، هل يمكن التنازل عن التقادم؟ نعم، يمكن التنازل عن التقادم المكسب إذا أنت أقريت نازلت عنه. إذا أنت قلت أنه أنا هذا العقار مو ملكي، أنا حائز إلى لكن مو ملكي هو، خلاص انتهت. بعد أنت راح التقادم المكسب انتهى، يعني إذا أريد نحكي تقادم يعني معناها انقطع التقادم، يعني يكون نبدأ تقادم جديد. هنا أنا إذا أريد نبدأ نحسب مدة جديدة، خلي أفرض دفعت أجار لصاحب العقار، معناه هذا إقرار ضمني أنه أنت شنو؟ أنه أنت هذا العقار أنت متنازل عن التقادم اللي إلك، وبالتالي تقدر تكسب التقادم به أو تكسب ملكيته بالتقادم. الاتفاق على تعديل مدة التقادم، هل يستطيع الحائز أن
يتفق على تعديل مدة التقادم؟ يعني يقللها يزودها؟ لا ما يصير. ليش؟ لأنه قواعد التقادم من النظام العام لا يجوز الاتفاق. احنا متفقين انه اكو قواعد ليست من النظام العام واكو قواعد من النظام العام. قواعد النظام العام قواعد عامه لا يمكن الاتفاق على ما يخالف، اما قواعد اللي هي مو من النظام العام يمكن الاتفاق على ما يخالفها بشرط عدم مخالفه الاداب العامه ايضا، يعني يكون ما يخالف الاداب العامه. صح انت ما تخالف النظام العام لكن ما تخالف الاداب العام. طيب اذا هذا الحائز تمسك بالتقادم ايش يترتب على اثر التقادم؟ اذا تمسكت بالتقادم يترتب الاثر الرئيسي اللي هو كسب الملكيه، هذه اول. لكن السؤال اللي يطرح، هذه الملكيه اللي اكسبها ما مدى كسب الملكيه هنا؟ يعني ايش راح احصل؟ المده السابقه احصل منها شيء لو ما احصل؟ نعم تحصل، لانه انت راح تكسب ملكيه الشيء من تاريخ بدء الحيازة، وبالتالي بأثر رجعي، وبالتالي كل ما ينتج عن هذا الشيء من ثمار وحاصلات تكون عائدة لمن؟ إلك، للحائز نفسه، لأنه أنت كسبت الملكية بأثر رجعي. فهذا الأثر الرجعي، إيش نقصد بالأثر الرجعي؟ أنه ملكيتك تبدأ من يوم حيازتك، فمن التاريخ اللي حزت به انت هنا اعتبرت مالك لهذا الشيء، يعني اثر التقادم المكسب هو اثر رجعي، فيحق لك ان تكسب الثمار وما حصل. وكذلك اي فعل تقوم به، اي فعل سواء تكون اجرت هذاك العقار او قمت بترتيب حق عين يعتبر تصرفك صحيح، وبالعكس المالك اذا قام تصرف عليه يعتبر تصرفه شنو؟ غير صحيح. ليش؟ لانه مو حائز له، وبالتالي سقط حق الملكية بالنسبة إلى. واضح؟ لهنا أنا يكون انتهى تحضيرنا ومحاضرتنا لهذا اليوم اللي هو وصلنا إلى حيازة المنقول. فهنا نكون يعني خلاصة